طبعا نشهد في محافظة ثيقاف لا يختلف عن باقي المحافظات الأخرى، وبالتحديد العاصمة بغداد، فهناك تضييق تشهده محافظة ثيقاف من قبل الحكومات المحلية، من قبل القوات الأمنية، من قبل الفصائل المسلحة، وحتى جهات سياسية على العمل الصحفيين في محافظة ثيقاف وعمل الكوادر الإعلامية والقنوات الفضائية في المحافظة. يعني حتى كانت في ايام تشرين هناك كانت مضايقات، وحتى هذه اللحظه يعني اليوم يتعرض الصحفي والاعلامي في الشارع الى مضايقات، بالتحديد اليوم من قبل القوات الامنيه بمنع الكوادر الاعلاميه من تصوير. يعني ابسط مثال اليوم في مستشفى او في شارع، يعني لغايه هذه اللحظه هناك يعني تجديد من قبل قياده الشرطه في قار على عمل الصحفي والاعلامي، رغم الكتب رغم ابراز الهويات التعريفيه للصحفيين والاعلاميين. طيب هل سجلت نقابه الصحفيين في ذي قار مضايقات بحق الصحفيين العامله بالمحافظه؟ يعني خلال فترة انتفاضة تشرين نعم سجلت أكثر من 10 إلى 15 حالة مضايقات من قبل، بالتحديد ذكرت قبل قليل القوات الأمنية. يعني ككادر وان نيوز تعرضنا قبل فترة إلى يعني منع من قبل القوات الأمنية في أثناء عمل تقرير إخباري للمستشفى التركي في الناصرية، حاولوا حجزنا وايضا منع مصادره معدات التصوير. هناك كثير من الاعتداءات ايضا والمضايقات من قبل حمايه ديوان المحافظه. قبل ايام سجلت محافظ ذي قار اعتداء على صحفي في المحافظه، هذه كلها اليوم مطالبات من قبل صحفي واعلامي محافظ ذي قار بتفعيل قانون حمايه الصحفيين وحمايه الكوادر الاعلاميه والمدونين ايضا.